مشروع تمكين المرأة وعائد الديمغرافية، وتتوجه القافلة إلى ولايات الحوضين والعصابة وقيدماغا، وتحمل 50,000 كتاب في إطار مشروع تحسين ولوج واستبقاء البنات في التعليم الثانوي. 50,000 نسخة من الكتاب المدرسي الجديد الذي يعرف بالنفيس تم طباعتها هنا في مطابع المعهد التربوي الوطني بدعم من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي لصالح 4 ولايات من الوطن يتدخل فيها المشروع، وهي عملية أشرفت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطنية سيدة معززة بنت محفوظ كوليبالي على إطلاقها. الشرف اليوم بانطلاق قافلة الكتاب اللي طلقت اليوم من المعهد الوطني التربوي محملة 50,000 كتاب متوجهة إلى 4 ولايات هي الحوضين والعصابة وقديماقة، وهي المناطق يتدخل فيها مشروع تحسين الولوج واستبقاء البنات في التعليم الثانوي. وهذا المشروع ممول من البنك الدولي وبإشراف المشروع وإشراف الوزارة، قام لفيف من المفتشين على إنتاج هذا الكتاب للمرحلة المراحل اللي يعدل فيهم الشهادات الوطنية. ومن شأن هذه العملية أن تسهم في تزويد التلاميذ في هذه الولايات بالمعارف الضرورية والمهارات الأساسية التي يحتويها الكتاب المدرسي الجديد. هذه القافلة هي قافلة لقافلة الكتاب تستهدف الوصول للولايات الأربعة، ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وقيدماغا. والهدف الأساسي منها هو توزيع كتب قد تم تأليفها لصالح التلاميذ المترشحين للإعدادية، شهادة الإعدادية وشهادة البكالوريا العلمية بالمواد الأساسية بالنسبة للسنة الرابعة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، بالنسبة للسنة السابعة الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء. هذه الكتب تم تأليفها بأساتذة موريتانيين، تم إعداد منهجية واضحة لإعداد هذه الكتب بإشراف مفتشي التعليم الثانوي. وكانت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني قد أجرت جولة رفقة مدير المعهد التربوي الوطني داخل مطابع المعهد، تعرفت خلالها على المراحل التي تتم بها طباعة الكتاب المدرسي من بدايته إلى إخراجه في شكله الأخير. وفي مدينة العيون أطلق قطاع التهذيب الوطني هذه السنة تجربة إعدادية البنات في